بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي المنهجي الشافعي المصري القاهري، المولود سنة 45 و700 من الهجرة النبوية الشريفة، والمتوفى سنة 94 و700 عن عمر يناهز 49 عاما، رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. وما زلنا في النوع 46 في أساليب القرآن وفنون البليغة، وما زلنا في القسم 8 وهو الاختزال من أسلوب الحذف، بعدما تكلم عن حذف الاسم بأنواعه وحذف الفعل، وبدأ في حذف الحرف وأعطى أمثلة في حذف حرف الواو وهو حرف واو العطف، وانتهينا من أمثلة حرف حذف الواو، واليوم نتكلم على حذف الفاء، ومنه الفاء في جواب الشرط على رأي، على رأي يعني دليل ان في رأي مقابل. وخرج عليه قوله تعالى ان ترك خيرا الوصية، يعني ان ترك خيرا فالوصية، فيبقى الفاء هنا محذوفة. والفاء ايضا في العطف، يبقى الفاء في جواب الشرط بتحذف احيانا، والفاء كحرف عطف. والفرق بين الواو والفاء في حرف العطف ان الفاء تدل على ايه؟ على الترتيب والتعاقب، مش كده برضو؟ ترتيب وتعاقب، لكن ايه؟ ثم تدل على الترتيب مع التراخي، والواو على مطلق الجمع بغير ايه مراعاة للترتيب حتى. تقول جاء محمد فزيد، يبقى كأن زيد جاء بعديه مباشرة. أما أقول جاء محمد ثم زيد، يعني بعديه بساعة نص ساعة مدة، فهمت؟ لكن أما أقول جاء محمد وزيد ما نعرفش من جاء الأول، ده مطلق جمع، فهمت بقى إزاي؟ ممكن يكونوا جم مع بعض، ممكن يكون جم واحد قبل التاني، ممكن يبقى زيد اللي أنا ذكرته بعد الأولاني يكون هو اللي جاء الأول، لان ايه الحذف، الحذف اللي هو الواو لا يدل على ترتيب ولا تعقيب ولا تراخي ولا حاجه خالص، مطلق الجمع بس، فهمت ازاي؟ هنا الفاء بقى في العطف، كقوله تعالى ان الله يامركم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين، هي فقال ان اعوذ بالله، فقال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لأنه قال لهم كده مباشرة بعد ما قالوا له إيه أتتخذون هزوا، وده طبعا كلام لا يليق أنه يوجه لنبي، يعني كأنه بيقولوا له بلغة المصري أنت بتهزر معنا ولا إيه، أنت بتهرج بقى ولا إيه، شفت شو قلة الأدب، يعني ما شفناش جنس زي اليهود دول قليل الأدب مع إيه، مع الأنبي بهذه الصورة يعني. الله يكون في عون سيدنا موسى، الله لما هنقابله هناخده بالحب، تعب تعب جامد، ما شافش يوم كويس مع بني اسرائيل ولا مع فرعون، عاش طول عمره حياه في كرب في كرب في كرب الى ان توفاه الله، الله يكون في عونه. فقال اعوذ بالله، ذكره ابن الشجر في اماليه، في كتب تسمى الامالي، يعني ايه؟ يعني الشيخ في تدريسه ان بيملي الناس تكتب ويجمعوا الاملة دي كلها يسموها امالي، يعني ما املاه على طلبتي، يعني هو ما مسكوش كتبه بايده، يبقى املاء، فهمت بقى ازاي؟ يقعد يعمل جلسه كده كل يوم او كل يوم في الاسبوع او بتاع، يمليهم يمليهم يمليهم، يجمعوا بقى الامالي دي كلها ويطبعوها، يسموها ايه؟ الامالي. وقوله تعالى والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله، في سورة الأعراف حذف حرف العطف من قوله قال ولم يقل فقال كما في قصة نوح، قصة سيدنا نوح قبلها على طول، قبلها على طول قال إيه؟
لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف. فقال، شفت في سير القصة جابها في عاد بعدها على طول في قصة هود، قال وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم، ما قالش فقال، حذف حرف العطف من قوله قال ولم يكن فقال كما في قصة نوح، لأنه على تقدير سؤال سائل قال ما قال لهم هود، فقيل قال يا قوم اعبدوا الله واتقوه. ومنه حذف همزة الاستفهام، كتيرة بقى همزة الاستفهام دي كتيرة تحذف في لغة العرب، كقوله تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، هي أهذا ربي، فحذف، أي أهذا ربي، يبقى كأنه قالها إيه، استفهاما استنكاريا، مش تقرير، مش هذا ربي بيقرر ان ده ربه، وبعدين هو حيران، سيدنا ابراهيم حيران بيبحث عن ربه، في واحد قال كده من المفكرين وكان ليه برنامج تلفزيوني يومي في رمضان اسمه محمد هداية، كان يقول ايه، يقول حتى سيدنا ابراهيم بحث في رحلة شكه عن ربه كما جاء في القرآن فهداه الله، فاعتبر ان لم يتمر برحلة شك، الله اللي يمر برحلة شك ده الإنسان العادي، لكن النبي لا، النبي يعرف مولاه وهو حتى إيه في بطن أمه، فهمت، لا يتصور الشرك ولا الشك في رب العالمين في قلب نبي مطلقا قبل البعثة وبعدها، لكن هنا من باب مجارات الخصم، مجارات الخصم على اعتقاده حتى يقيم عليهم الحج، ولا هو ما كانش عارف إن الكوكب حيقفل في النهار، يعني سيدنا ابراهيم لما راح قال لهم هذا ربي وبعدين ايه، فلما جان عليه ايه، لا قفل، الله فوجئ بانه قفل، لا ما عارف انه هيقفل، هو اراد ان يبين لهم من باب مجارات الخصم اقامه الحجه عليه، فهمت بقى ازاي، او قال اهذا ربي مع حذف حرف الايه الهمزه الاستفهام على سبيل انكارا عليهم، فهمت بقى ازاي، فلازم الواحد لما يتكلم في القران يتكلم بعلم وما يصحش يعمل كده، وربنا يهدي محمد هدايه وامثاله. فلما جن علي الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، أي أهذا ربي، وقال وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني وما أصابك من سيئة أفمن نفسك، وقوله وتلك نعمة تمنها علي، هي أو تلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، ربيت واحد اللي هو أنا، واحد من بني إسرائيل بس، واستعبدت كل قومي، وفي الآخر تقول لي إيه، ربيناك صغيرا، بتمنى عليا، أنت ربيت واحد بس واستعبدت أمة كاملة، فهمت، شفت قوة سيدنا إبراهيم في الردود، سيدنا موسى ده كان فرعون يخاف منه على فكرة، كان يحبه ويخاف منه، درجة أحيانا كان حيبول على نفسه لما يشوف سيدنا موسى من شدة هيبة سيدنا موسى في قلب فرعون، وأصل فرعون كان جبار، لولا أن ربنا حمى سيدنا إبراهيم بهذه الهيبة كان قتله من زمان، لكن ربنا سبحانه وتعالى قاهر فوق عباده، لطيف لما يشاء. وقوله إنك لأنت يوسف، اكتبها كده لحسن ما اكتبها إنك غلط، هو بيجيب لك مثال حذفة همز، فدي قراءة ابن كثير وأبو جعفر، إنك لأنت يوسف، إنما باقي القرآن يقولوا أإنك، فالمفروض اللي بيكتب كتاب يكتبه على المثال على القراءة اللي هو بيستدل بيها الشيخ، هو بيجيبها في حمزة في حذف همزة الايه الاستفهام، يقوم يكتب لك أئنك، طب ما مذكور اهي، هو بيتكلم على قراءة حذف همزة الاستفهام، فلازم تكتبها إنك لأنت يوسف، وعلشان كده لابد اللي بيصحح الكتب دي قبل ما تطبع لازم يكون عنده بعض العلم، علشان ما يجيبلكش القراءة اللي هي ضد الاستشهاد، وإلا يحير طالب العلم، يجي يقرأ أئنك لأنت يوسف على قراءة ابن كثير، طب ما بقى ما كل القراء بيقولوا أئنك، لكن قراءة ابن كثير إيه، إنك لأنت يوسف، واخد بالك، بغير إيه، همزة الاستفهام، مش قراءة ابن كثير المكي بس، وأبو جعفر المدني أيضا، يعني الاثنين دول يقروها بالطريقة دي، على قراءة ابن كثير بكسر الهمزة على خلاف في ذلك جميعه،
برضو على خلاف ذلك، لأن إحنا ممكن نقول إن قراءة ابن كثير وأبو جعفر على تقرير أنه يوسف، لأنهم إيه كانوا يشبهون عليه بكثرة تكرار زيارتهم ليه، فكأنهم كان نفسهم بتحدثهم هو ده يوسف، مش معقول إيه اللي يخليه يبقى عزيز مصر، مش معقول مش معقول. وبعدين أول بقى ما قال لهم، واخد بالك، ما فعلتم بيسوء، انك لانت يوسف، ده احنا من بقى لنا ايه من ساعه ما شفناك من اول زياره واحنا قاعدين قلب. فهمت ازاي؟ بيقرروا ما كان يقوله في قلبهم. وممكن على قراءه انك لانت يوسف، انك لانت يوسف، يعني اظهر وبان عليك اللي بان. فهمت ازاي؟ كانهم كانوا ايه محتارين فيه من الاول، بس كل شويه يستبعدوا ايه اللي يجيب يوسف لمصر واحنا حطيناه في بير هناك في الشام، واخد بالك، ايه اللي يجيبه مصر؟ ولو جه مصر ايه اللي يخليه يبقى عزيز مصر؟ معقول مش معقول يعني. لكن هم بايه بهيئته، طريقه كلامه، احساسهم القلبي، حسوا ان الجدع ده ممكن، بس لا مش معقول، شو ايه اللي هيجيبه؟ فاول بقى ما قال لهم ما فعلتم بيوسف اخيه انتم جاهلون، انك لانت يوسف، ايوه كده، كانهم ايه كانوا حاجه يعني ايه مترددين في بقى لهم مده. وبعدين يبقى انك انت يوسف ايه، لا انت يوسف، شوف انك، شوف نون التوكيد وبعدين لام التوكيد، واخد بالك ازاي؟ وبعدين ايه انت، شوف كم توكيد، واخد بالك ازاي؟ ومنه حذف الف ما الاستفهاميه مع حرف الجر للفرق بين الاستفهاميه والخبريه، لان ما الخبريه دي بتبقى ايه اسم موصول، لكن الاستفهاميه بتبقى حرف استفهام، كقوله تعالى فلما تقتلون انبياء الله، فلما تقتلون، فبما انت فيما انت من ذكراه، عما يتساءلون، مما خلق، كل دي ما فيهاش الف بعد ميم ايه ما. ومنه حذف الياء في قوله والليل إذا يسر، هي في قراءة يسري كويس، والليل إذا يسر للتخفيف ورعاية للفاصلة. ومنه حذف حرف النداء كتير بقى، حرف حذف النداء يعني إيه، كقوله ها أنتم هؤلاء حاججتم، أي يا هؤلاء، ها أنتم يا هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به. وقوله يوسف أيها الصديق، يعني يا يوسف. وقوله ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس، ربي يعني يا ربي. ويكثر في المضاف نحو فاطر السماوات، لأن فاطرة هي يا فاطر السماوات، فحذفت يا النداء لأنها مضافة. ربنا أنزل علينا مائدة، هي يا ربنا برضو أنزل علينا. وكثر ذلك في نداء الرب سبحانه، وحكمة ذلك دلالته على التعظيم والتنزيه، لأن النداء يتشرب معنى الأمر ويتشرب أيضا معنى البعد. زودها دي، أنت بتنادي على حد بعيد وربنا قريب، فمش محتاج تقول يا، فهمت بقى إزاي؟ يبقى هنا إيه، يبقى دي الزيادات اليسرية على ايه، على التعليقات الزركشية. يبقى بيقول لك هنا ايه، لان النداء يتشرب معنى الامر، لان ما تنادي الواحد تقول له يا محمد يعني اقبل، يعني بأمره، مش فيها معنى الامر ولا لا، معناها لا، او انتبه، او انظر لي، او اجبني، او شيء من هذا، ففي معنى الامر، والامر لا يليق مع ايه، مع الرب سبحانه، انك تأمره. وكذلك أيضا النداء يدل على البعد وعلى غفلة المنادى، وعلشان كده بنبهه، يبقى إيه، النداء يدل على البعد ويدل على الأمر ويدل على غفلة المنادى وعلى طلب انتباهي، كل دي إيه ما يقتضيه النداء، وإلا لو واحد منتبه له وبصص لي هنادي عليه ليه؟ فهمت؟ لأن النداء يتشرب معنى الأمر، لأنك إذا قلت يا زيد فمعناه أدعوك يا زيد، أدعوك يعني أناديك، لأن الدعاء بمعنى النداء والدعاء بمعنى العبادة،
الوهابية كل دعاء في القرآن يفتكروه بمعنى العبادة. غلط، لأن الدعاء أحيانا بمعنى العبادة. فحذفت ياء من نداء الرب، فحذفت ياء من نداء الرب ليزول معنى الأمر ويتمحض التعظيم والإجلال، ونزود عليها والشعور بقرب إيه؟ بقرب الله عز وجل للعبد وعدم غفلته عنه كمان، لأنه رقيب لا يغفل. وقال الصفار: يجوز حذف حرف النداء من المنادى إلا، خد بالك الصفار إيه؟ عايز يطلع لك قاعدة، لكن مش كل الناس موافقين عليه. والصفار اللي كان بيبيع نحاس يعني، كانوا الناس اللي بيبيعوا نحاس يسموهم الصفار، عشان النحاس كان لونه أصفر يعني، فيبدو ان هم اهله كانوا ايه؟ نحاسين بيبيعوا نحاس، فاشتهر بقى ايه؟ بالصفار عشان كده، واخد بالك. وقال الصفار: يجوز حذف حرف النداء من المنادى الا، عايز بقى يقعد يستثني لك حاجه، الا اذا كان المنادى نكره مقبلا عليها اذ لا دليل عليه. طب ما هو ربنا ايه؟ رب هنا، رب اغفر لي، او ده ما فيش، ما هو ده نكر، رب ده نكر، وبالرغم من كده حذفنا حرف النداء، مش كده برضو؟ يبقى ايه كلام الصفار؟ مردود عليه، واخد بالك. اذ لا دليل عليه، يبقى ايه؟ ما عجبوش كلام ايه؟ كلام الامام الزركشي، ما عجبوش استثناء الصفار في المساله. والا الاستثناء الثاني اقروا عليه، والا اذا كان اسم اشاره، واسم الاشاره زي هذا وهذان وهذه وهاتان وهؤلاء، مش كده؟ وفي اسم اشاره للقريب واسم اشاره للبعيد. للقريب ذاك، ده للقريب، ذاك ده للمذكر الايه؟ المفرد. ذاكي للمؤنثه، مش كده؟ وبعدين ذاكن وذاكم، مش كده؟ وعندنا للبعيد ذلك، شوف لام البعد بقى، ذاك من غير لام البعد، تبقى تدل على القريب، نحط لام البعد تبقى ذلك، ذلك الكتاب لا ريب فيه. طب ايه بعد الكتاب؟ ما هو في ايدك. لبعد ايه؟ مقامه وعلو شأنه، فهمت ازاي؟ فالمسألة مش مكان ولا زمان، ده ايه؟ ده مرتبة. يبقى ذلك، وساعات يقول لك تلك آيات الكتاب للمؤنث، الآيات مؤنثة، واخد بالك. يبقى ايه؟ ذلك وتلك وايه وأولئك، كل دي أسماء إشارة. يبقى النهاردة هتراجع أسماء الإشارة في كتاب النحو، فهمت ازاي؟ لابد تراجعها بقى. والله تعالى أعلى وأعلم، ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله حذف لو. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها صلوا عليه. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، معلوماتك ومداد كلماتك كلما وكالذاكرون وغفل عن ذكري الغافلون.